بسنت النبراوي، انتي منورانا النهارده في مجموعه وشوشه الاعلاميه، حد عزيز عليا طبعا شخصيا عشان انتي صاحبتي. فانا مبسوطه ان انا اول مره اعمل معاكي حوار صحفي يعني. وانا دي مبسوطه قوي والله. حبيبتي حبيبتي، بصي، انا اول سؤال حابه اسالهولك عن دخولك مجال التمثيل، هو طبعا كان نقطه تحول في حياتك وخلاكي تشتهري اكتر، ده صح ولا لا؟ يعني ان انتي دخلتي مجال التمثيل، انتي مبسوطه في الحته دي ولا لا؟ بصي، اولا انا مبسوطه جدا لان كانت هوايتي من وانا صغيره التمثيل. ثانيا، ده عمل فرق تام في حياتي. يعني الاول عارفه لما تبقى حد حياته عاديه جدا وبعدين فجاه يتشهر، الناس تعرفه، حياته بتبقى مختلفه، في كل حاجه تبقى محسوبه عليكي. يعني حياه ان حد يبقى عارفك دي مش بالساهل. بس انا فرق كتير جدا لان انا بحب الفن. تمام. اكرم حسني، اول تعامل معاكي كان عامل ازاي في اول يوم تصوير ليكي في الوصيه؟ اكرم ده من الناس اللي بصي بتتعاملي معاه كده كانك عارفاه بقالك سنين. محترم، اجتماعي جدا، دمه خفيف جدا، ما بيحسسكيش بقى ان انت لا. يعني في فنانين تتعاملي معاها تبقى متنشنه الدنيا شويه، او يبقوا خايفين ان اللي قدامهم دي وجه جديد فمش عارفين هتعمل ايه. عايزه اقول لك بالعكس، اكرم حسني منتهى اللطف في الدنيا، هو واحمد امين بصراحه. طبعا انت اغنيتك اللي دايما بنسمعها وعلى طول هي ترند، بسبوسه بالسمنه، اللي هي كانت وش السعد عليكي، عايزاكي تغني حته كده منها. غني منها؟ بسبوسه بالسمنه منقطه، ياللي ريس عليك العطا، انا عايزه اتوب من العطاطا وده باختياري. يا ماجستير في الهشتاكة، انا قلبي جالك هشتاكة، وانت ولك انك حاسس بناري، ده في قلبي حتة مبقعة، فانيليا الطعم مسقعة، يا ضحكة وقلبي بكركع، وحاولت اداري ليك في العين دموع سرسلة، يا انشف من حصو كده، يا ابو شعر كرلي مفلفلة قلوب حماري. انا بص هتخس بحب النور، تمشي وعينك بتبص وقلبك هيشوف البيضع، اجدع منك اهو نخ، انا سهل اعمل لك فخ، وانزل فيك فخ الف الف، استحمل لو جدع. اسمر اسمر بس ماله، حتى سماره سر جماله، اسمر اسمر بس ماله، حتى سماره سر جماله، مدام حبيبنا وهيناسبنا، مدام حبيبنا وهيناسبنا، مالو 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 الأسمر الأسمر الأسمر. والله صوتك حلو يا بسنت، المفروض بقى تغني يعني، تتجه لمشوار الغنى ده والله العظيم. بصي، طبعا انا عارفه ان انت في بدايتك كنتي مضيفة الطيران، بدأتي مشوارك في الطيران ازاي؟ الطيران ده بصي كان حلم برضو من احلام حياتي. كنت لما اسافر مع اهلي مثلا واركب الطياره اشوف المضيفه بقى، اليونيفورم والركاب والشياكه والحلاوه، وبتلف العالم وانا واحده عاشقه للفسح. وقت ما كنت بدرس بابايا رفض، قال لا لما اخلص دراسه الله يرحمه. بعد ما خلصت وقتها نزل في جريده تقريبا الاهرام، نزل طلب ضيافه جويه، ما كانش وقتها بقى ولا في فيسبوك ولا انستجرام ولا الكلام ده كان موجود اصلا. ابن عمتي شاف الطلب، كلم بابا قال له بوس كانت عاوزه وتقدم وكده، والطلب الاعلان نزل يعني. رحت وقدمت واتقبلت، وعايز اقول لك اليوم ده الفرحه ما كانتش سايعاني، يعني حلم من احلام حياتي اتحقق. اليونيفورم نفسه ليه شياكه كده وليه رونق، وان انت تلفي العالم عندك يعني امكانيه ان انت كل شويه في حته شكل البلد شكل، فالموضوع حلو جدا. طيب وانت بتشتغلي مضيفة طيران، كنت متخيلة انك هتبقي ممثلة ومشهورة وكده؟ لا، ولا الموضوع ده ما جاش في دماغك؟ لا، ولا جه في دماغي، ولا كنت مخططاله ولا اي حاجه. انا وقتها كنت بعمل فيديوهات وكنت ببعتها لاصحابي، ما كنتش بنزلها اصلا، ما كانش عندي جرأة على السوشيال ميديا، كان ساعتها ابتدى بقى الفيسبوك يظهر وكده. فاصحابي قالوا لي لا، الفيديوهات حلوه دمها خفيف، ليه ما تنزليهاش على السوشيال ميديا عشان كمان ما حدش يسرق افكارك. فابتديت انزلها، ابتديت اتجرأ شويه، ما حصلش نصيب في الطيران، نزلت فيزيكالي انفت. ربنا اراد بقى ان انا ادخل في مجال التمثيل من خلال الفيديوهات دي. قرار انك تسيبي الطيران بعد 11 سنه خد منك تفكير قد ايه؟ هو ما كانش تفكير، لان القرار ما كانش بايدي. انا نزلت حاجه اسمها فيزيكالي انفت، يعني غير لائقه طبيا. انا ممكن ان ربنا اراد احاول تاني واعالج السبب ده وارجع للطيران تاني، بس انا خلاص يعني غيرت مسار حياتي دلوقتي. فقصه ان الطيران ده انا سبته بايدي وما خدش مني قرار، لان انا ما سبتوش بايدي، حاجه بتاعت ربنا يعني، حاجه جات لك كده سبحان الله. سبحان الله، تعبت فجسمي
يعني الحاجه اللي جات لي دي ما تخلينيش قادره على الطيران، بس الطيران ده كان حياتي يعني. فاتجهتي بقى للتمثيل اكتر والفن والكلام ده، وجيب الصدفه البحث زي ما قلت لك عن طريق الفيديوهات. تمام، فيديوهاتك على السوشيال ميديا كانت بحث عن الترند ولا انت بتقضي وقت فراغ؟ زي ما قلت لك كانت عارفه ما كانتش بحث عن ترند خالص، لان اصحابي هم اللي شجعوني قالوا لي عشان افكارك ايه، ما مثلا حد من حد لحد يوزع الفيديوهات في افكارك تتسرق حرام ودمها خفيف وبتاع فنزليها. فما كانش في دماغي اصلا ان انا يعني انزل فيديوهات ان الناس هتبقى ترند او حاجه. انا اتفاجئت ان الناس اتفاجئت باللكنه اللي انا بتكلم بيها، لان مش متعودين عليا اتكلم كده. اتفاجئت ان الناس ابتدت تشير شيرات كتير جدا، وانا اتخضيت لان عمري ما نزلت حاجه كانت الحاجات بتاعتي بتبقى فريندز اونلي يعني مش بابليك. فاتخضيت من الناس ومن كومنتات الناس ومن الشيرات الكتيره اللي لقيتها، فحصل لي حاله غريبه كده. طيب طبعا انت معروفه ومشهوره على السوشيال ميديا بموضوع اللهجه الشرقاوي اللي انت بتتكلمي بيها، وناس كتير قوي بتستضيفك عشان الموضوع ده. صح. النهارده انا عايزاكي تحكي لي يومك بس باللهجه الشرقاوي من ساعه صحيتي من النوم لحد ما جيتي هنا، عملتي ايه؟ لما صلي على سيدنا النبي يا بلدي، دي انت عارفه اهم حاجه ان اني بنام بدري وبصحى بدري. بس اني يا ولاد احدى مشكله بسيطه، ان اني لما بنام بدري برضه بصحى ايه بالليل كده اجلك بالليل وكده. المهم صحيت حوالي النهارده مش فاكره كانت 6 ولا 7 صباحا كالعاده يعني. المهم صحيت وكده فضلت افر شويه في السلم محمول بتاعي، كان جنبي كده محطوط جاري على الكومودينو، قعدت افر فيه شويه، وبعدين قمت بقى ايه استحميت وصليت وقعدت شويه وفطرت، وبعدين بقى قلت بقى ايه اتمكيك بقى عشان لما اجي ابقى جميله. بس بقى وكده، وقمت بقى جايبه شنطتي وجايه على هنا على طول. طب انا في سؤال هساله لك، شوف من فتره كده كنت بتتكلمي عن موضوع المساكنه ومش عارفه ايه وكده. انت قلتي ساعتها ان ده انك موافقه عن المساكنه وانه مش حرام، هل ده حقيقي؟ لا ده مش حقيقي. انت ما قلتيش كده اصلا. لا، وكلام متقص من الحلقه، خلي بالك. كل اللي انا قلته لما اتسالت ان المساكنه حرام شرعا. ليه؟ لان ديننا بيقول لا، بيقول ان ما ينفعش تبقى زي الاجانب، ولكن لو الشرع محللها ساعتها كل واحد حر فيها. زي ما عندنا مثلا ان في تعدد زوجات في دول تانية ممنوع وفي دول تانية ما ينفعش. فانا قلت لو المساكنه دي كانت حلال كان ساعتها كل بني ادم حر، لكن طول ما هي محرمه فانا رفضها رفض تام. طيب انت كنت عامله اضراب عن الجواز بسبب معين، قولي لي كان ايه انسب وقت للجواز بالنسبه للبنت؟ بصي، هو انسب وقت للجواز لما البنت تحس ان هي قد المسؤوليه، مش لازم سن معين. ممكن بنت يبقى عندها 30 سنه 35 سنه وما تقدرش تشيل مسؤوليه جواز، يعني مش هتقدر ان هي تحافظ على بيت او تخلي بالها تشيل مسؤوليه بيت وراجل واطفال وكده. وبنت ممكن يبقى عندها 18 سنه و17 سنه كمان بس شخصيتها رزينه وعارفه يعني ايه المسؤوليه وبيت، لانها مش مسؤوليه سهله. فسن البنت المناسب للجواز ده ملوش سن محدد، هو على حسب البنت وشخصيتها نفسها عامله ازاي. هل هي مقدره قد ايه دي مسؤوليه كبيره، وقد ايه دي حاجه يعني من عند ربنا لازم نحافظ عليها، وفي بيت وفي اسره وفي اطفال، ولا هتبقى واحده مستهتره كل حياتها بقى لا مش مهم بيتي، لا انا عايزه اخرج طول الوقت، انا عايزه اسافر طول الوقت، تصحى كل يوم مثلا العصر وولادها او جوزها سايبهم جعانين ما عملتش فطار ما عملتش غدا، تفرق. طيب قصة الحب اللي عشتيها مع جوزك كانت سبب في انك تنهي اضرابك عن الجواز، صح؟ طبعا. يعني عشت مالك جوزت ليه؟ عشتي قصة حب الاول في الاخر قلتي لأ انت لازم تتجوزي للشخص ده يعني. بصي، احنا كنا اصدقاء انا وجوزي. تمام. كنا اصحاب جدا. كذا مرة كان اتطرح بيني وبينه موضوع الجواز ده، عارفة لما ربنا بيريد جات كده يعني بمكالمة تليفون. لا انا خلاص انا جاي، خلاص قولي لاهلك، فانا رحت قايله لاهلي. فهو الموضوع جه كده واتخطبنا، ما عرفتش حد على السوشيال ميديا حاجه، ما تطرقتش يعني، ما حبيتش ان انا ايه حياتي تبقى على الملأ. اتخطبنا 6 شهور، اتجوزنا، ما نزلتش صور ليا غير صوره ليا انا فقط. حتى وقتها في ناس افتكرت ان ده فوتو سيشن عادي، مش صور زفافي، مش صور فرحي. فانا نزلت الصوره ليا انا، فلقيت كومنتات غريبة قوي. واحد مثلا قال لي طالما منزلة صورة فرحك الواحدة تبقى انت عاملة حاجة غلط. انا فضلت كده شوية استغربت الكلمة لحد ما قلت له طب معلش انت بتقول صور جوازك او زفافك، فين الغلط او الحرام اللي انا عاملاه في الموضوع بالظبط؟ هو انتوا ليه ناس ما بيعجبهاش العجب؟ يعني الفنان ينزل حياته الشخصية تنتقدوه، انت ما فيش حرمة بيت، ما فيش حياء، بتنزلوا حياتكم الشخصية على الملأ، بتحشرونا في حياتكم. ما ننزلش حاجه ونخلينا في حالنا، لا مش عاجب، انتوا بتعملوا حاجه غلط. ف
فقلت له فين الغلط، انا منزله صورتي انا لوحدي، هو جوزي مش حابب ينزل صوره وحياتنا الشخصيه على جنب، فانا منزله صورتي انا لوحدي عشان الجواز برضو يعني اشهار. انا عرفنا طبعا قرايبنا كانوا حاضرين، بس بعرف الباقي الناس انا اتجوزت خلاص، ففين الغلط اللي انا عاملاه حضرتك؟ ما دي بتقول صور فرح، حاجه غريبه جدا. انا بشهر اهو ان انا متجوزه والله. لا يبقى انت اكيد عاملين حاجه غلط طالما مش منزله صوره جوزك، يعني حاجه غلط زي ايه يعني؟ الناس بتبقى عندها فضول ساعات ان هي عايزه تشوف جوزك وعامل ايه وبيشتغل ايه وعامل ازاي ومنين. ده اللي حصل، لقيت ناس كتيره جدا هو انت مخبيه ليه؟ وانت اول ما هتتجوزي يا ستي انا حره. يعني دخلت ايه انا يعني؟ احنا حرين في حياتنا، اخبي جوزي اخبي؟ انت عارفه ان في طلعت اشاعه كمان ان انا جوزي مثلا عنده حاجه و70 سنه؟ لا والله. انت شفتي جوزي وحياة ربنا؟ شفته والله. طلعت اشاعه ان انا عشان ما نزلتش صوره جوزي فقالوا لي ده تلاقي جوزها كبير جدا في السن. انا بقيت بضحك وبقيت بوري له الاقلام المكتوب قاعد يضحك. اه طبعا، ما هي دي حاجه تضحك فعلا. قلت له انا اقول لك جد كده. طيب بسنت النبراوي ممكن تضحي بشغلها عشان خاطر الامومه؟ اه الامومه عندي رقم واحد، يعني ان ربنا اراد وبقيت ام مثلا وفي حاجه هتاثر على البيبي او على كده، لا الامومه عندي. عندك نمبر 1 يعني في طبعا ان شاء الله ربنا يرزقك يا رب. شغلك في الاعلام كمذيعه انت عملتي اكتر من برنامج، هل ده كان بسبب الصدفه ولا بسبب ايه؟ ده جه بالصدفه البحته، ما كنتش مخططه له ولا اي حاجه. كان اول حاجه كنت عملتها برنامج توك شو على قناه النهار، دي من القناه يعني القنوات اللي انا بعتز بيها جدا جدا وقريبه لقلبي جدا، لان دي من اول القنوات اللي انا اشتغلت فيها. يعني اشتغلت البرنامج ما كنا توك شو بنعمل فقرات كده فيه، ما كنتش كمذيعه فيه، بس دي من القنوات المحببه الى قلبي قناه النهار. تمام. بعد كده المنتجين بقى ابتدوا يطلبوني، لا احنا شايفين ان انت دمك خفيف لطيف، مش هتبقي مذيعه تقليديه، عايزينك مذيعه بشكل مختلف. وابتديت بقى ادخل في مجال الاعلام. انت بتميلي اكتر للبرامج الفنيه ولا برامج المراه؟ لان انت كنت بتعملي حاجه يعني بتنصحي البنات اللي هو برنامج يخبتك. لا انا مش قصه بميل لايه، انا الاثنين بالنسبه لي حاجه لطيفه وحباها، حاجات مختلفه وبتحبي تعمليها. اه تمام. يعني سواء هتكلم في هنا هتكلم في هنا، لا هعرف اتكلم وادي في الاثنين المجال يعني. ده كتير. اه بس انت ايه اكتر حكمه انت مؤمنه بيها؟ الواحد يخليه في حياته ويركز في نفسه. يعني مش عارفه اقول لك الحكمه بمعناها بقى العلمي او الكلام اللي بتكتب، بس اكتر حاجه انا مؤمنه بيها ان الواحد يخليه في نفسه. ليه البني ادم يركز في حياه غيره ويشوف غيره ويغل من غيره؟ كل واحد يخليه في حاله. سيدنا النبي كان بيقول من حسن سمات المرء تركه ما لا يعني، يعني خليك في حالك. فانا بحب اخليني في حالي، ويا ريت الناس تخليها في حالها. هل في شخصيات معينه في حياتك او في حد حاسه ان هو مركز معاكي بيحاول ياذيكي؟ انا بشوفك دايما بتتكلمي عن الحته دي على السوشيال ميديا، فانا عايزك. في واحده صفره كده عامله اكسجين في دماغي. طب كلمينا عنها شويه بقى. بصي هي ما يعني مش عايزه اقول قوي تفاصيل عنها، بس الشخصيه دي مركزه معايا جدا من ساعه ما اتخطبت، وهي حطاني في دماغها بشكل هستيري. هي ما كانتش تعرف، انا كنت بتعامل معاها بالشياكه ذوقين مني، ما كانتش تعرف ان انا عارفه كل اللي هي بتقوله من ورا ظهري، او هي اللي بتعمله من ورا ظهري. او اقول لك كان فيها حركه لئيمه جدا، كانوا بقى قاعدين مثلا تمسك الموبايل، قال يعني هي ايه بتعمل بتلعب بالموبايل؟ اه وهي بتصورني. يا للدرجه دي؟ اه والله العظيم عملت الحركه كذا مره وانا بصدر رحب جدا، صوري عادي. اه اكيد بتاخدي بالك طبيعي. كانت بتركز حياتي قوي، يعني تقعد تجيب صوره وتعمل عليها حوار وتليفونات، وبصوا الصوره الفلانيه وبصوا عملت ايه انت مالك ومال حياتي ومال انت مالك، ما تقارنيش نفسك بيا، انت ليكي ستايل ونظام في حياتك، انا ليا ستايل ونظام في حياتي. كل واحد واخد ال 24 قراط بتوعه زي ما. لا هي مركزه يا عيني في حياتي اكتر مني انا شخصيا، يعني انا لو نسيت حاجه عن نفسي ممكن اتصل اسالها هتجاوبني. تحبي توجهي لها رساله؟ يا صفاي شايفاك، يا صفاي عارفك. احب اقول لها خليكي في حالك بقى، كفايه بقى يعني ارحمي نفسك، ده انت المفروض تتكسفي ان انا عامله لك بلوك وانت مش مكسوفه وعامله اكونت فيك بتراقبيني منه، وراح تقولي للناس انت بتراقبيني برضه، ايه تكسفي؟ قولي لها ان الكلام بيوصل. الكلام بيوصل والله بالملي، اتكسفي. وكمان الناس يعني بتقعد تضحك على كلامها، الناس قد ايه بتنزل من نظرهم لازم يضحكوا، يقولوا لي هي مش قادره تهدى على نفسها خالص يا حرام. أه بصي احنا ربنا يشغلها بنفسها يا رب، بعيد عني يا رب، خليها تبعد عننا بقى. امين يا صفر. بصي احنا كلنا طبعا عشنا مواقف صعبه في حياتنا، كلميني عن اصعب موقف عشتيه في حياتك. وفاة بابا الله يرحمه.
انا مش هشوف في حياتي حاجه اصعب من كده. يعني عارفه يعني ايه بابا الله يرحمه في الرعايه المركزه وانت قاعده حاطه ايدك على قلبك، قلب وقف والدكاتره بتحاول تنعشه، فانت عايشه الموقف كله. فانا بقيت ادعي اقول يا رب انا وبابا، لا يا رب خرجه من اللي هو فيه على خير. وربنا سبحانه وتعالى ادانا وقتها نعمه كبيره قوي انه مد في عمر بابا كام يوم تاني، وفضلنا معاه تحت رجله انا ومامتي واختي في الرعايه المركزه، وفضلنا معاه لحد اخر لحظه. بس الواحد مش هيبقى اصعب من ان انت تسمعي الخبر. يعني لما انا الممرض قال لي الخبر ده عمري ما يعني كان نفسي في ساعتها انا اموت، كان نفسي في ساعتها فاهمه يحصل لي حاجه كده او ما اسمعش الكلمه اللي اتقالت. فعشت فتره في حياتي صعبه. انا زمان كنت دايما اقول ايه اللي ليه عنده حد متوفي وفات عليه سنه واتنين ليه يروحوا المقابر ما خلاص يكتفوا بالقران بالدعاء خلاص، يعني يروحوا المقابر ليه؟ الروح نفسها عند ربنا مش موجوده في المقابر. لما انا والدي الله يرحمه توفى او بقاله سنه دلوقتي، انا لما ببقى عايزه اروح عشان على الاقل حاسه ان بيني وبينه بس حيطه قريب منك، بقعد اتكلم معاه بيبقى وحشني، بقعد اقول يعني هو في مكان احسن وارتاح من المرض والتعب بس انا بيبقى وحشني نفسي اكلمه. فببقى رايحه عندي احساسين، احساس ان انا وحشني قوي واحساس ان انا منهاره ان انا ابويا بقى في المكان ده. اه طبيعي ربنا خلاص كلنا هنتوفى، بس انت لما بيبقى حد عزيز على قلبك قوي حته منك راحت منك انت مش بتبقي مصدقه ولا قادرة تتقبل الفكرة. والله العظيم أنا لما بدخل البيت عند ماما أنا ساعات بحس إن أنا سمع صوته، أنا ساعات بفتح الدولاب بتاعه بقعد أحضن هدومه وبقعد أعيط أتكلم مع هدومه. الناس حتى قالوا لنا طلعوا الهدوم بتاعته صدقة، أنا رفضت. طلعنا الأدوية بتاعته ومنطلع صدقات كتير بس أنا رفضت، قلت يعني يسيبوا لي حاجة منه. وبعدين أصعب إحساس جينا بقى رجعنا وعند مامتي وكده، وإن أنا بحط الأكل بدل ما إحنا كنا أربعة إحنا ثلاثة. أول إحساس لما قفلت علينا باب الشقة بالترباس من جوه هو مش معانا، رغم إن أنا يعني أنا بابايا كان تعبين قعد كذا سنة تعبين، بس إحساس إن هو مش موجود ده حاسه مفيش امان، اللي هو ما هو مش في حياتي انا، هو كان دي الامان حتى وهو تعبان ان انا كنت شايفاه قدامي سند وسند سند وظهر وحنيه وحمايه وامان ورضا من ربنا سبحانه وتعالى. عشت الفتره دي شهر 7 ده ابشع شهر في حياتي. يعني انا عيد جوازي 21/7 طبعا كنت مقضيه في المستشفى مع بابا، بابايا توفى 22/7، فانا شهر 7 ده بعد ما كان احلى شهر في حياتي بقى ابشع شهر في حياتي. فدي فترة عمري ما انساها، يعني حتى قلتها واحدة صاحبتي هي بتحب بابا ومامتها قوي ربنا يحفظهم، قلت لها ايه ده ان انت تتوفي قبلهم، عشان حقيقي الموضوع صعب مؤذي نفسيا لأبشع درجة. والواحد ما بينساش مهما قعدتي سنين عمرك، لا الأب والأم دول حاجة غير الناس كلها. طبعا طبعا فعلا الأمان الله يرحمهم جميعا يا رب. ايه اكتر فيلم كان نفسك تمثليه في السينما؟ نخرج شويه بقى عن جبروت امرأة بتاع نادية الجندي. لا بصي انا نفسي اعمل الادوار اللي هي عارفه اللي... يعني عملت شر كتير بس نفسي اعمل دور سايكوباتي شويه. في ادوار كده تبقى سايكوباتيه كده نفسي اعمل زي اين عقلي كده بتاع سعاد حسني. الحاجات دي رهيبه. انت لو اتحطيتي في الحاجات دي هتبقي كويسه. انت نفسي جدا لسه جداً. في حاجات كتير انت نفسك تقدميها في التمثيل. صح. طب زي ايه تاني؟ بصي هو انا عملت الشر كتير قوي، عايزه اقدم كوميدي شويه لان انا اغلب الادوار دايما شايفيني واخديني في حته الشر مش عارفه مع ان انت اصلا شخصيه في الطبيعي شخصيه كوميديه. انا بحب انت اكتر واحده بتضحكي. انا بحب الكوميديا فنفسي اتاخد شويه في السكه الكوميدي دي شويه. نفسي اعمل دور باللكنه الشرقاوي. كذا مره كنت هعمله بس سبحان الله كل مره ما كانش ربنا بيلي. كله خير الحمد لله الحمد لله. ايه اكتر اغنيه ينفع تكون عنوان حياتك؟ كتاب حياتي يا عيني. لا اقول لك بقى بجد، لا اندل اندل اندل. لان انا قابلت اندل كتير قوي في حياتي. ايه ده كفايه الصفره اللي بحكي لك عنها دي. اعوذ بالله. طب ايه اكتر حاجه ندمتي عليها في حياتك؟ ندمت ان انا في ناس اديتهم معامله هم ما يستحقوهاش. يعني انا كنت داخله عليهم من الاول وعارفه ان هم ناس مش سويه وناس من جواهم منافقين بيظهروا لي حاجه ومن جواهم حاجه ليا، والناس كانت محذراني بس انا قلت اتعامل بالحسنى لعل وعسى يظبطوا دنيتهم معايا. لا دول كانوا يستاهلوا من الاول ان انا اتجنب وابعد واديهم وش خشب من الاول.
لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في قلوبهم مرض فسألهم المرض. هم في ناس كده, هم شياطين يعني. ربنا قالك زي ما في شياطين الجن في شياطين الانس طبعا, فمهما عملتي معهم كويس هم لا, هم يفضلوا وحشين. ولازم في ناس مش كبر, والله الكبر لله وحده يعني, بس في ناس لازم فعلا تتعاملي معهم من فوق. عملتي معهم بطبيعتك وبتواضع وطريقه لطيفه, هياخدوا الموضوع في سكه تانية خالص. بصي احنا في فقره عندنا اسمها فقره الصور, انا هسالك اسئله عن شخصيات وانت بتقولي لي مثلا كل اسم مثلا هقوله لك انت تقولي لي مثلا ده ايه. ماشي. ياسمين عبد العزيز بنتكلم عنها عن التعاون اللي حصل بينهم في مسلسل ملوش كبير. تمام. اول حاجه احمد العوضي محترم جدا وابن بلد فعلا, يعني هو ابن بلد في المسلسلات وابن بلد على الحقيقه, اللي هو دي طبيعته هو كده. اه خالد الحلفاوي, استاذ خالد الحلفاوي من اجمل مخرجين اشتغلت معاهم. ليه؟ ما تنشنكيش, ما بيشدش اللوكيشن, مش يقعد يتعصب ويزعق, لا وبيفهمك وجهه نظره بالراحه, انا عايز كذا وعايز كذا. فمن الناس الجميله, وبعدين لي معزه خاصه في قلبي لان استاذ خالد من اول المخرجين اشتغلت معاهم, لان هو اللي عملنا الوصيه. اه بعد كده روحتي معاهم مسلسل لا اللي ملوش كبير مع استاذ مصطفى فكري, من الاساتذه المحترمين جدا اللي انا بعزهم جدا استاذ مصطفى. بس استاذ خالد الحلفاوي اشتغلت معاه حلوه الدنيا سكر مع هنا الزاهد. اه حلوه قوي المسلسل ده. طيب الفنان الكوميدي, هو مش كوميدي قوي بس هو في لقاءاته بيضحك قوي, عمرو عبد الجليل. ده سكر. انا عايزه اقول لك ان بعد ما عملنا الوصيه بعديها بسنه كنا هنعمل مسلسل تاني انا واكرم حسني, وقالوا ان هينضم لنا استاذ عمرو عبد الجليل, بس ربنا ما قررش. بس انا فرحت جدا ان انا كنت هبقى معاه. بيعجبني, بصي بيقصف جبهات في الجون ما بيتكسفش, بيدي الكلمه في منتصف الجبهه فعلا. ايتن عامر سكر, عملت معاها فيلم اسمه الجنينه. أه. مصورينه في الامارات مش في مصر, بس المنتج الله يرحمه استاذ هاني ويليام توفى فالفيلم ما نزلش. سكر على الحقيقه, جميله جدا, عشريه بنت بلد كده. محمد امام نفسي امثل معاه جدا بقى, بيعجبني جدا في الكوميديا, لذيذ جدا. انا ما اتعاملتش معاه الحقيقه بصراحه, بس انا نفسي امثل معاه. طب مين تاني من الفنانين اللي انت نفسك تمثلي معاهم؟ انا كان نفسي امثل مع استاذه عبله كامل, ولكن للاسف هي اعتزلت خلاص, يقال يعني الله اعلم هي اعتزلت. بس انا دي استاذه, دي مدرسه يعني حاجه كده. واستاذه ماجده زكي, لا ناس كده فعلا تبصي بس تتعلمي ما تتكلميش. فانا كان نفسي ابقى معاهم جدا, بس ربنا ما قررش. ان شاء الله تاخدي فرص مع نجوم اكتر, تاخدي فرصك اكتر وتعملي لنا برامج اكتر, وتعملي لنا مسلسلات وافلام كتير وتعملي المسلسل اللي نفسك فيه اللي هو باللهجه الفلاحيه, عشان هو فعلا انت تستاهلي انك تعملي حاجه زي كده. انا شخصيا شفت طريقتك وشفتك في برنامج في حلقه, فكان الموضوع انا انبهرت بيكي بجد, عشان كنت عاملاه بطريقه حلوه جدا جدا لدرجه ان الناس في الشارع ساعتها كانت يعني ما كانتش عارفاكي ومخضوضه, لان انت كنت متنكره ساعتها, فالموضوع كان بسطني. يا ربي نورتينا جدا, ان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية. واحنا اتبسطنا وشوشه ان انت كنتي منورانا النهارده. والله يعني وشوشه منوره بيكم, وانا اللي كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم. بجد اتبسطتي معانا جدا والله. الأسئلة... ان شاء الله يعني تتكرر مليون مره كمان. لا الاسئله جميله ولطيفه وسلسه, انا حبيت. طب الحمد لله انك ما اتضايقتيش مننا. لا لا.